خسر اليوم غادي في دونا مكرمه شنو كتقول على ديفيرمون ديالك؟ صراحه التكريم ديالي كان تكريم مفاجئ ما كنتش كنتظرو، وليفيرمون فاشن دور كان زوين، كان تنظيم زوين، وشكرا للمنظمين ديال فاشن دور الاستضافه ديالهم ليا في هذا الايفنت هذا. جاب المره في وصف الويب الاضافه ديال الانفلونسر في عالم السوشيال ميديا. صراحه الاضافه ديالهم ان كيف كنعرفوا كاع المؤثرات دابا كنعرفوا بزاف د الحوايج. البروجي ديالي الجاي انني كما عرفتوا انا ديجا عندي مدرسه، كما عارفين مدرسه في نواحي ديال بلفاع، وكذلك انني غندير مشروع جديد اللي ان شاء الله كيتعلق بالموضه قريبا ان شاء الله، وان شاء الله غتشوفوا هذا المرات في حله جديده وفي بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. الإطلالة ديالي القفطان الجميل من عند الفاسي قفطان، كنقول لهم شكرا لكم بزاف، دائما الإطلالة ديالي كيكونوا من عندهم، والشعر والميك اب انا. لا ما انا معمري نوض شروينه الحمد لله. هاجر المره دائما كانت مشى بهدوء، ما كنديرش الضجات بزاف، حيت كيعجبني انا الهدوء باش الصوره ديالي تبقى كيف ما هي. شنو انت كتمثلي الامازيغيه؟ عندك غير على الامازيغيه، شنو كتقولي للمازيغيه؟ انا امازيغيه حره وعندي غير على الامازيغيه، وكتعجبني الثقافه الامازيغيه، وهذا الشيء علاش كيعجبني انني نزيد نبين بالثقافه الامازيغيه والتراث الامازيغي. اش كنقول؟ احنا راه عارفين قفطان مغربي، ملي كنا حنا صغار كنعرفوا ان قفطان مغربي، وتبارك الله عندنا مصممين اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم كيزيدوا كيعطيو جماليه اكثر للقفطان المغربي، وكيزينوه في حله زوينه، وكنفتخروا ان عندنا بحال هذا اللباس هذا. هي ابنه منطقه تفراوي، اسم غني عن التعريف، شرف الجمال الامازيغي، حيث انها توجد كملكة جمال الامازيغ. هاد الفتاة وهاد المتوجة اللي كانت تربعت على عرش المغربيين والامازيغيين من خلال تبنيها مجموعة من المشاريع الثقافية، مجموعة من التظاهرات داخل وخارج ارض الوطن، لانها فتاة مجيدة وانها فتاة تبدع. خصصنا لها تكريم في الدورة الأولى لفاشن دور في نسخته الافتتاحية، لهذا غادي نطلب منكم الله يخليكم بتصريحات حارة تكريما واعترافا لميس امازيغ هجر المراق. مجموعة من التظاهرات داخل وخارج أرض الوطن، كنعرفوا بأن التأثير عنده مجموعة من يعني المعارجات اللي بالفعل كتثبت بأن الفتاة المغربية قادرة أنها تصنع محتوى هادف في كل منصات التواصل الاجتماعي. خصنا لك تكريم قبل ما نعطيك الكلمة، نشوفوا البروفيل ديال رفقات السياسي اللي هو مدير مسابقة ميس أرغان السياسي اللي تفضلت معنا، اللي هو مستثمر في الثقافة الإيكولوجية من خلال منطقة تفراوت، هو منظم مهرجان ومسابقات اختيار ملكة جمال الأرقام اللي اسمها لو تروفي. تفضلوا من أمام الله يخليكم. سمعت حرارة الله يخليكم للمكرر.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.